لابد أن نبتعد عن الشرك، نجتنب الشرك، نجعل الشرك في جانب ونحن في جانب آخر. الشرك على قسمين، الشرك متى توجد أكبر وأصغر. الشرك قوم دا الشرك سي. الشرك الأكبر أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. الشرك قوم من نيت بين عبادة تكون بين الله سبحانه وتعالى. من يصلي لغير الله؟ قال يسميان قوم في الله تعالى. يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. حتى ذكر القرآن بغير الله. مثلا مرأة أو رجل تأتي إلى قبر من القبور وتدعو من دون الله، هذا شرك أكبر. ماذا سبب كان يسلي ناتي قبور تاني مكان باتي قبور ينادي شرك أكبر. يذبح للجن شرك أكبر. تاني سيدنا تانكي كم طبقة جن بل بني شرك أكبر. يخاف من الجن ولهذا يستعيذ بهم ويذبح لهم شرك أكبر. يخاف من أصحاب القبور شرك أكبر. يجعل مع الله شريكا. نعم. العبادة حق لمن؟ العبادة حق لله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. من الناس من يحب الأولياء محبة مساوية لمحبة الله، هذا شرك أكبر. إذا نحب الله ولا نحب أحد مع الله سبحانه وتعالى. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. تأنت